وليس للحزب التقدمي فقط. أحيا المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا وبحضور فعاليات مدنية اليوم السنوي للزي الكردي الذي يصادف العاشر من شهر آذار من كل عام. شهدت صالة المؤتمرات الواقعة في مدينة القامشلي تنظيم فعاليات ونشاطات حرص القائمون عليها من الحفاظ على تقاليد وعادات الشعب الكردي والفلكلور الخاص به. أزياء اعتاد الشعب الكردي على ارتدائها وأغاني وأهازيج خاصة بالقومية الكردية رددها الحاضرون لاحتفالية يوم الزي الكردي. تبعها جولة في أحياء مدينة القامشلي التي تعد أبرز معاقل الأكراد في شمال شرق سوريا.